أول مسلسل، خلينا قبل أقول لك أول مسلسل نشوف ذا الفيديو. أوكي. روحي. نعم. وين 6000 ورقة؟ عدي هو. مو عديتهم أنت أبو وصفي؟ خلاص مزبوطي. عيني كل شيء لحاله، الحق حق. عدي هون يعني عدي هون. شفتك وقت عديتهم، أنت بتتأمن على الروح ولو. الله يحفظ لي إياك يا أم أحمد. أصيلة وبنت أصول. تسلم. بس بلا منقود. بخاف يعني يكون انا غلطان بالعد فيهم، عديهم. لك شبك انجلقت؟ شفتك وقت عديتهم، حاجه بقى، خلاص اخي مزبوطين. قلت لي بتحكي عربي؟ بتعرفي تحكي عربي؟ عربي يا يا يعني بتلطش طلطيش. شو طلطيش؟ طلطيش هيك يعني ها؟ تريك عنك ابو وصفي، حاجه تصفق حالك. طلطيش يعني عربي شوي شوي. يا تلتيش تلتيش. هذا كان أول هذا كان إيه أول وقفة لي قدام كاميرا تلفزيون. كنت أنا لسه ماني فايتة على المعهد، كنت لسه بالجامعة. وصارت يعني القصة بإنه في حدا من العائلة لسه جرعة التعالي ما كانت موجودة. لا 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 أبدا، ما ولا كان في أي شيء، يعني كنت هيك فايتة عم بلعب يعني بالقصة. فقالوا لي إنه هيك في هيك شيء بتعملي، قلت لهم أي بعمله. والغريب إنه ما كنت حاسة بأي ارتباك قدام الكاميرا، يعني أنا لهلأ بتذكر هذا الشيء كتير منيح. مسي عليه للأستاذ هشام شربتجي أكيد. هو اللي كان مخرج هذا العمل، و كانت تجربة كتير لطيفة بس لسه ما كنت فايتة.